قطعا السيد الوزير الحالي والسابق وغيره ما يقول لك ما يتحمل المسؤولية، يتحمل المسؤولية. الوزير الحالي يعني صدفة أنا طلعت وموجود قريب أنه رأسا راح هو والوكيل الإداري إلى الديوانية ورجعوا بثلاث الأربع صبح. أصلا أنا لو أنا الوزير يمكن ما أروح. ليش مو استخفاء؟ ليش ما تروح؟ ليش لا لا لحظة، أنت لا وزير ما تروح؟ إذا أرجو أن تسمح لي أوضح الفكرة معذرة من حضرتك. يجب أن يكون عندي سيستم نتضامن بالمسؤولية، لا نلقي لا على الدفاع المدني ولا على المدير ولا مع نشخص. إحنا بعد ما سوينا التحقيق، والتحقيق ما يصير طول شهر وشهرين وست سنين يلا يتم، نشخص الخطأ بالسرعة القصوى ثم نضع تشخيصا للأخطاء حلولا فورية وحلولا بعيدة المدى، ومن ضمنها التدريب والمراقبة. ليس لا سحب اليد، أنا ما أعرف تفاصيل الأمور، سحب اليد قد يكون إلى عذر ومطلوب، ما هذا مو علاج، هذه إجراءات احترازية تتم لصيانة ظروف التحقيق، هكذا ما أعتقده، ما عندي التفاصيل. دكتور فسيدي دكتور إذا تسمح لي، إذا تسمح لي بالمداخلة، إذا تسمح لي، ذهاب السيد وزير الصحة ممكن هي خطوة استباقية حتى لا يحمل المسؤولية، وبدليل سيد رئيس الوزراء رأسا قال هو والمحافظ يا بسحبوا أيدي المتسببين وسووا لجنة تحقيق، يعني هذا عملية استباقية حتى لا يلتهموا بالمسؤولية. فعلا مو الوزير اللي يروح يوقف، احنا ب 2024 مفروض اكو سيستم. لذلك انا سألت، انا لست معاذ ولكني لست ناطقا. ما اقول لك ناطق، انت مواطن. انا اقول لك لو واحد من المسؤولين ابنه محروق بمستشفى الديوانية ما كانت انقلبت الدنيا، ما كان صارت أزمة، بس هو وين يروح مستشفى حكومي ابن المسؤول، ابن وزير، ابن نائب، ابن مدير عام؟